هلا بالنسبة للدخان، أول شيء بنعمل مشاتل، نعمل مشاتل بس يطلع المشتل نزرعه بصفي صغير، بعد 40 يوم بصفي الشتلة كبيرة، بنسويها بنقطفها كيف عم يقطفوا هلا، بنقطفها بعدين بنشكها لتيبس، بنعلقها على السقالة لتيبس، بعدين بنصفطها وبنعبيها. هيدا الدخان. الشغل اكيد صعب، بس الواحد يعني كيف بده يعيش، هيك بدها تستمر الحياه. يعني تصور واحد يكون مهمل او يقعد ويجي يبعث له الله بالسله ليعيش، بده يسعى ليعيش، بده يشتغل عشان يقدر يواجه الحياه. الدخان اجى على لبنان عبر التجار، كانوا يروحوا على اوروبا، فهذا الدخان اسمه عندنا البزري او النبتي، نبتي بلغارية اسمه، البلغارية سموها سعدة 6 وسعدة 2، يعني تهربت عبر، بسموها كانوا يقولون بالتاريخ هي نوع من العكاز، العكاز العصاية، ثعبوها في من فوق لتحت، حطوا البذرة فيها وسكروها على اعتبار هون يتخطوا عملية التفتيش، نقلوها بهالطرق هذه، كانوا يحكوا لنا الأجداد، وكانت تزرع بفلسطين وبلبنان بشكل مكثف. فهون صار ما عندي الوسيلة أو فيش خيار آخر إلا هو زراعة الطبق، يعني في تركيز قوي، أو فينا نقول عصب الحياة بهالبلد هو زراعة الطبق حاليا، بعد منه بيجي الزيتون. كانت الناس تعتمد على موسم السنة اللي هو بدها تاكل منه وبدها تعلم منه وبدها تجيب أواعي منه وبدها تجيب الطبابي منه، يعني كل شيء بيتعلق بالمعيشة بجنوب هو من هذا الشكل. أكثر الناس بجنوب، أكثر الناس بيعتمدوا على الدخانات، يعني لو في شغلة عندي أنا أحسن منها ما بشتغل. شغلي صعب كثير صعب. من هالناس يعني بيعتمدوا على شغله ثانيه تيسندوا الشغله، انه هو الموسم ما بيكفي، الموسم عم يتدين على الواحد 3 مرات، من البنك بده يجيب مره، ومن الدكانه بده يجيب مومه السنه مره، والطبابه والحكمه واللحمه والكذا مره، 3 مرات موسم الطبق بدنا نتدين. بعد شوي هلا شو بنعمل؟ كل 5 1 2 3 4 5 بنجمعهم مع بعض وبنعملهم بهالشكل، هاي بنعلقهم ليجف على الشمس. هلا
بنعلمهم بهذا. كانت هي عم تصفت العالم تدخل المشاتي، يعني السنة كانوا عدوها 14 شهر. كل العائلة مسخرة من الكبير للصغير، يعني دير بالي على زمن بيي لما نروح نقطف دخان، صرت نكره، صرت ما عادش حب بيي وامي، ما عادش حبهم قد ما بدي اروح اقطف بالله، بدي يقوموني شي الساعة 4 الفجر، بدي اروح نقطف، نجي من القطيفة بدنا نرجع نشق، من بعد ما بدنا نشق بدنا نرجع نعلق مثل هالشكل ها، مثل ما معلقنا هنا. نحن عم نشق بالمي بر نغفر، نحن عم نشق بالمي بر، بس بي يلفت نتفي لورا تلاقينا قلبنا بالآخر فيلم يمكن بتسجل. وحياة تقشف يا أخي، والله مزارع التبخ عايش عيش منيحة وعيشي رفاهية وعيشي بالله.